صدوق العمامة بدم والرداء يا مولاي يا مولاي يا أبا عبد الله اليوم يوم الدمعة اليوم يوم الونة اليوم يوم المصيبة اليوم مات محمد المصطفى اليوم مات علي المرتضى اليوم فجعت فاطمة الزهرة يلا مولاي السلام على من غسله والتراب كافوره والشيب قطنه ونسج الريح اكتنه والقنا الخطي نعشه وفي قلب من واله صوتكم السلام على الحسين يا كربلاء يا كربلاء السلام على الحسين على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك سيدي ومولاي أبا عبد الله قولي وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك السلام عليك وعلى ابنيك العليين الشهيدين السلام عليك وعلى حامل لوائك الفضل العباس السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب يا مولاي يا أبا عبد الله وإذا بالإمام شيع موالين في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا الوقت واقف على أجساد أحبته مناديا حبيبي حبيبي بني علي يا قاسم يا عون يا جعفر يا عابس أخي عباس ما لي دعوتكم لا تجيبوني أمرضى فأداويكم أو موتى فأقطع الأسى منكم أحبائي لو غير الحمار أصابكم عتبت ولكن ما على الموت نعته إلى الله أشكو لا إلى الناس يشتكي أرى الأرض تبقى والأخلاء ترحلوا ثم رجع إلى المخيمات يسبق يدا على يد مناديا ألا من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله ألا من يقدم لي لامة حربي وأنا ابن أمير المؤمنين ألا من يعطيني سيفي وأنا ابن فاطمة الزهراء فخرج زين العابدين مناديا لبيك لبيك أبا عبد الله فالتفت إلى أخته زينب قال أخيه ارجعي إلى الخيمة لكي لا تخلو الأرض من حجة من بعدي فأرجعته إلى الخيمة وأتت بالجواد تقوده وهي تقول أرأيت أختا قد بنت لشقيقها فرسلت نون بلا حمل وكفيله ما أقسى قلبي يا أبا عبد الله وأنا أقدم إلي
لبيك فرس البنون. ضمها الإمام إلى صدره قال أخي تعزي بعزاء الله، وصعد على صهوة جواده ووقف أمام القوم قال انبئوني من أنا؟ قالوا أنت ابن محمد المصطفى، وأبوك علي المرتضى، وأمك فاطمة الزهراء، وأخوك الحسن المجدبى. قال إذن فعرفتموني؟ قالوا بلى. قال إذن لماذا تقاتلوني؟ ألفريضة غيرتها؟ أو سنة بدلتها؟ أو بقتيل قتلته؟ أو بماء أو بمال استلبته؟ أو بجراحة من قصاص؟ أجابوا بأجمعهم حاشاك أبا عبد الله. إذن على ماذا تقاتلوني؟ فأجابوا بأجمعهم نقاتلك بغضا من نار أبيك يا حسين، الذي جندل فرساننا في بدر وأحد وحنين. فحمل الإمام على الميمنة وهو يقول أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنفني؟ أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. وحمل على الميسرة وهو يقول الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. فأشعر الإمام بالعطش يا عموالين، وكبده متفتتا من الظما، فتوجه إلى ناحية المشرعة أراد أن يستسقي الماء. وكان عليها 4000 فارس شيع موالين، ففرقهم الإمام عن المشرعة ودخل إلى المشرعة بجواده. فلما نزل الإمام لكي يشرب، وإذا بالحصين بن نمير قد رمى الإمام بسهم فأصابه في حنكه. أتستلذ بالماء يا حسين؟ وقد هتكت حرمك. فرجع مسرعا إلى ناحية المخيمات فوجدها سالمة. عندها خرجت له أخته العقيلة زينب، فقال لها يا أخي تمنع العيال ويت. جمع العيال واليتامى، فهذا أوان الافتراق وهذا آخر الاجتماع. شيع موالي عظم الله أجوركم، فاجتمعت النساء والأطفال والعيال على منادين في أمان الله، منادين في دعة الله، وهذه تنادي وحسينا، سحوة نادي وحسينا، ارفع صوتك، سحوة نادي وإماما، سحوة نادي وسيدا. وداروا عليك الحلقة حتى ودعهم الإمام وصعد على صهوة جواده. شيع موالي عظم الله أجوركم، فتمشى خطوات وإذا بصوت من خلف حبيبي حسين. يا حبيبي حسين قف لي هنيا. فوقف وإذا بالرباب، ماذا تريدين يا رباب؟ أبا عبد الله في الغداة غد نضرب ونسلم ونركب على كور، وهذه تأتي وتقول أنا بنت الحسين، وهذه تأتي وتقول أنا أخت الحسين، وأنا امرأة غريبة، ماذا أقول سيدي؟ قال لا رب، أقولي أنا عزيزة الحسين. فأدخلها إلى المخيم، ثم صعد على جواده وتمشى خطوات، وإذا بصوت من خلفه نور عيني يا حسين.
سكينة أبتاه انزلي من على بعض جواب فنزل لها قالت أجلس على الأرض جلس الإمام جلست في حجره قالت أبي امسح لي على رأسي بما يفعل باليتامى بعد كيف ويجين الصياد على متوني يا عمواني إن آجركم الله فصعد الإمام على صهوة جواده فتمشى خطوات وإذا بصوت من خلفه يا ابن والدي حسين يا ابن أمي حسين يا كهفي وحصني يا حسين التفت وإذا هي الحوراء زينب ماذا تريدين يا أخي أخي انزل لي من على فنزل الإمام من على ظهر جواده أخي اكشف لي عن صدرك ونحره فكشف عن صدره ونحره أخذت تقبله في صدره وتشمه في نحره والتفتت ناحية المدينة منادية زهرة أديت الأمانة فاطمة أديت الأمانة قال وأي أمانة يا أخي قال يا أخي إن لما حضرت أمي فاطمة الوفاة أدنتني منها وقالت إلي بني زينب إذا ودعكم أخيك وداعا مفارقا لا رجعة له فقبل فيه في نحره وشمه في صدره نيابة عني وحسينا وصعد الإمام على صحوة جواده وتوجه ناحية الميدان دخل في أوساطهم خرج من أعراضهم ما استطاعوا عليه صبرا عند ذلك شيع موالين أخذ فيهم يشد كالهزب إذا شد في المعزة وهم يتفرقون بين يديه ثم وقف الإمام ليستريح قال إن كنتم رجالا أو أحرارا فليبرز إلي رجل رجل منكم عظم الله أجوركم فبرزت الرجال فيعالجها الإمام بضربة وإذا ابن نحس نادي ويحكم هذا ابن قتال العرب هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن أمير المؤمنين والله لو برزتم إليه لأفناكم عن آخركم ماذا نفعل وإذا به يقول احملوا عليه أربع فرق فرقة بالسيوف وفرقة بالرماح وفرقة بالسهام وفرقة بالحجارة أعجركم الله شيع معالي
فرسان. من قلع يا شيعة فانحنى على قربوس فرسان واستخرج السهم من قفاه حتى خرج تلك كبده وقلبه. صح ونادي واماما، صح ونادي وسيدا. اخذ الامام يتمايل يمينا وشمالا والجواد يتمايل معه. قال يا جواد لا طاقة لي بالوقوف على ظهري. عندها وصل الجواد الى تلعة من تلعات كربلاء فخر الحسين من على ظهر جواده الى الارض. سحوى حسينا، سحوى سيدا. نادي فرجع الجواد محنحنا مناديا الظليم الظليم من أمة قتلت ابن بنت نبيها حتى وصل إلى الخيام. فلما سمعنا العلويات سهيل الجواد خرجنا يستقبلا وإذا بهم يرون السرج مقلوبا والجواد متلطخ بدم الحسين. آجركم الله يا شيعة وبر ربات ناشرات الشعور الى حيث ما خر الحسين. زينب صعدت على تلعة منادية وحسينا، منادية وسيدا. اجركم الله يا مؤمنين. التفت اليها الامام، اخي ارجعي لقد انسيتيني مصيبتي وكربتي، ارجعي الى خيمك بالاطفال. فرجعت مولاتي زينب فاحاطت عليه الرجال من كل جانب ومكان. هذا يضرب الامام بسيفه وهذا يطعنه برمحه. واتى الطاغي سنان بالسنان وطعن الامام في خاصرته. صح ونادي وحسينا، صح ونادي وسيدا.
صلى شيع قيام بكم قيام يا مؤمنين بكم راح حسين راح حسين راح حسين حسين راح 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 حسين حسين أبد الله